في عنا اليوم هالمسكة البي اس 5، وهيدي المسكة البي اس 5 كاستم عملها انا بالبيت لحالي، عملتها مش جايبها من برا، وهي الكنترولر من ورا والى هيدي مشان تحط انت الكبسة اللي بدك اياها. هيك بحال عم تتحرك بالانالوج ما في داعي تشيل ايدك لحتى تكبس السهم، فيك تحط السهم تكبسه من ورا. فاذا حابين تعرفوا كيف ركبتها من وين جبت القطع فوتوا على الفيديو فوق، فيديو انا عامله على اليوتيوب. ركبت المسكة كانت لونها اسود كل اللي عمل، ركبت لها هيدي القطعة وصار لها كبسات من ورا للكول اوف ديوتي وهيك يعني. هون انا عندي المسكة السكاف اللي انا بستعملها، هاي المسكة اذا بدك تجيبها حقها شي 200 وشوي دولار، فهيدي اذا دفعت 40 دولار لحتى تركب القطعة البرانية مش غلط اكيد، وبتشتغل 100% اكيد. صح مسكة السكاف بس تكمشها بتكون بريميوم اكتر يعني، بس كمان ما تنسى حقها 200 وشوي دولار هيدي، وهيدي بتجيبها المسكة بتجيبها ب 60 دولار جديدة وبتركب لها القطعة ب 40، كلفك 100 يعني. بس بدي العب كول اوف ديوتي انا بستعمل مسكة السكاف، ما فيني استعمل مسكة عادية ما لها كبسات من ورا ابدا ما بتزبط معي. ورجع لبعدين عم فكر ارجع اغير شوي بشكل، اغير لها لونها، فشو رايكم؟